اخوان، السلام عليكم. نور الدين، طرقت ميكانيكا، مرحبا بكم معايا. ان شاء الله غادي نهضروا على الرولي. شنو هو الرولي؟ شنو هو الدور ديالو؟ يعني وفين كنستعملوه في لي سيركوي الكتريك ديال السيارات، وكيفاش كيخدم، وشنو هما المكونات ديالو، وفي الاخير كيفاش كنقلبو او لا كيفاش كنكونتروليو هذا الرولي هذا، واش خدام او لا فيه المشكل. هادشي كامل غادي نشوفوه في هذا الفيديو، ما تمشيوش بعيد. بداية، الرولي كما كتشوفوا معايا هنايا في الصورة، هذا هو الرولي، يعني باش نعرفوا علاش كنهضروا. الرولي عبارة على واحد لانتيريبتور اللي كيتكوموندا، يعني سواء بواحد كونتاكتور واحد اخر، او لا شي مونو كونتاكت، او لا شي بواتي الكتريك، باش يخدم لنا واحد السيركو الكتريك، او لا الا بغينا نقولوا واحد الاكسسوار، واحد الكومبوزون الكتريك في السيارات. والدور ديالو يعني في لي سيركو الكتريك ديال السيارات، انه كيخلي ديك لاليمونطاسيون الكتريك انها كدوز وكتكوموندي لنا واحد الاكسسوار او لا واحد الكومبوزون الكتريك باش يخدم، يعني وكتحكم فيه سواء في البوزيسيون اوفير او لا فيرمي. يعني الا كان اوفير يعني راه داك الاكسسوار ما كيخدمش، وقعت فيه ليكسيتاسيون في الرولي ورجع للبوزيسيون فيرمي، كدوز لاليمونطاسيون كيولي كيخدم هذاك الاكسسوار في واحد الوقت اللي هو يعني مدروس ومحسوب على حسب الخدمه ديال هذاك السيستيم. الور كنستعملوا هذا الرولي هذا باش نكومونديو به واحد لي سيركوي الكتريك اللي كيخدموا بواحد لاطونسيون اللي طالعه بزاف، وواحد الكورون اللي طالع بزاف، مثلا بحال الكلاكسون، بحال ليكليراج ديال الطوموبيله، كذلك بحال الفونتيلاتور ديال الرفرواديسمون، او لا داك السوفلوري ديال الكليماتيزاسيون. وكاينين بزاف ديال لي كومبوزون الكتريك اللي نقدروا نكومونديوهم يعني بالرولي في الطوموبيله. وهو كيتعتبر واحد بحال واحد لانتيريبتور اللي هو نقدروا نقولوا عليه يعني مخبي، يعني كيكون سواء في شي بواتي الكترونيك، او لا في شي بواطة فيزيبل، او لا كيكون يعني راكب في شي بلاصه في الطوموبيل بحال هكا، كنكوموندي بواحد الطريقه اللي هي غير مباشره، يعني سواء شي انتيريبتور مثلا بغينا نشعلوا ليكليراج، كندورو الكوميتاتور ديال ليكليراج، اوتوماتيكمون هو كيدوز الضوء لاباز ديال الرولي، يعني السيركوي دو كوموند ديال الرولي، تمايا كيتسد الكونتاكتور يعني ديال السيركوي دو بويسونس، كيدوز لينا لاليمونطاسيون لهداك البولا ديال ليكليراج وكيخدم. دابا غادي نهضروا على كيفاش كيخدم هذا الرولي هذا، ولكن قبل ما نهضروا على كيفاش كيخدم ضروري خصنا نعرفوا مناش كيتكون الرولي. الرولي اون جينيرال عندنا الرولي اللي فيه 4 ديال لي بورن بحال هذا، وكاين اللي فيه 5. الا كتلاحظوا تمايا الداخل راه كاينه بلاصه خاويه، كاين اللي كيكونوا فيه 5، وهاد لي بورن هادو كل واحد والرقم ديالو. كاين عندنا 85 و86 اللي هما هاد الجوج هادو، هما ديال سيركوي دو كوموند، يعني كتكون فيه واحد لابوبين الكترومغنيتيك. وكيكون عندنا رقم 30 اللي هو ديما كيكون بلوس بيرمانون ديال لاباتري، وكيكون عندنا 87 اللي هو لا سورتي كيمشي جهه الكومبوزون ولا الاكسسوار اللي باغيين نخدمو، وفي الوسط هنايا اللي فيه زايد فيه واحد الخامس كيكون 87 ا. هاد الرولي هذا كيتسمى دوبل سورتي الا بغينا نكومونديو شي سيركوي واحد اخر. وفاش كنحلو الرولي، كنحيدو ليه هاد الكاش ديالو هذا لداخل، كنلقاو فيه كما قلنا سيركوي دو كوموند اللي هي لابوبين بين 85 و86، وكنلقاو فيه الكونتاكتور اللي هي بين 30 و87 و87 ا، وكنلقاو فيه واحد الروسور دورابيل هو اللي كيخلي هذاك الكونتاكتور يرجع للبوزيسيون انيسيال ديالو. وغادي نشوفوا هادشي هذا في كيفاش كيخدم الرولي. الرولي قبل ما كنعطيوه لاليمونطاسيون، يعني ما كنكومونديوه بداك الكوميتاتور او لا بداك السويتش، كيكون في البوزيسيون يعني اوفير، يعني كيكون محلول السيركوي اوفير والكومبوزون ما خدامش. مثلا بغينا نخدمو الكلاكسون شنو كنديرو؟ كنوركو على البوطونه ديال الكلوكسون، اون فوا كنوركو عليه شنو كنعطيو؟ كنعطيو لاليمونطاسيون للسيركوي دو كوموند ديال الرولي لابوبين. اون فوا كيوصلها البلوس مع الموان، كيتكريا تما واحد لو شون مانيتيك اللي هو العيار. هذاك العيار في حد ذاته شنو كيدير؟ كيجر عنده داك الكونتاكتور، كيولي كيتسد. اون فوا كيتسد كيدوز لينا لاليمونطاسيون جهه الكومبوزون اللي هو الكلاكسون، و يعني كيخدم لنا الكلاكسون. اون فوا كنحبسو مثلا البوطونه ديال الكلاكسون،
كنحيدو مثلا يدينا على الكلاكسون كنوليو كنقطعو لا ليمونطاسيون على السيركوي دو كوموند لا بوبين كيمشي داك العيار كيولي كيرجع الكونتاكتور للبوزيسيون انيسيال ديالو واللي كيرجع هذا الكونتاكتور هذا للبوزيسيون انيسيال هو داك الروسور دو مانتيان اللي هضرنا عليه. السؤال المطروح هنايا هو وقتاش كنخدمو الرولي اللي عنده 4 ديال لي بورن وقتاش كنخدمو الرولي اللي عنده 5. الرولي اللي عنده 4 ديال لي بورن كنقولو ليه رولي سامبل حيت علاش عنده كونتاكتور واحد يعني كيدخل لاليمونطاسيون كيخرجها فير هذاك لو كومبوزون اللي بغينا ناليمونطيو مثلا يعني الكلاكسون كيولي كيخدم. الرولي اللي عنده 5 ديال لي بورن هذا كيتسمى رولي دوبل سورت يعني دوبل كيولي الا كان في البوزيسيون يعني ديال لوفيرتور كيولي كيأليمونتي واحد السيركوي الا وقعت ليه ليكسيتاسيون ومشى للبوزيسيون فيرمي كيخدم لك واحد السيركوي واحد اخر. مثلا في الموتور ديال لي سوي كلاس كما كتعرفوا السوي كلاس كيخدم في جوج ديال لي فيتيس يعني كيخدم في الفيتاس الخفيفه وفي الفيتاس المجهده. دونك الا درناه دورنا الكوميتاتور مثلا ودرناه في البوزيسيون هذه كيولي كيخدم لينا السوي كلاس بواحد لا فيتاس اللي هي خفيفه. علاش؟ يعني حيت في لا سورتي ديالو كتكون تما واحد لا ريزيستانس هي اللي كتكونسومي هذاك الكورون يعني اللي خارج كتكونسومي منه واحد 50% كتولي كتوصل 50% الموتور ديال السوي كلاس كيولي كيدور بديك لا فيتاس اللي هي خفيفه. اون فوا كندورو نسيليكسيونيو لا فيتاس اللي هي طالعه كيولي كيتسد هذاك كيولي كيدوز لك لاليمونطاسيون من واحد من 87 ا يعني في هذاك البورون الخامس كيولي كيدوز الكورون كامل يعني بلا لا ريزيستانس في السيركوي كيدوز داك الكورون كامل 100% كيولي الموتور كيولي كيدور بديك لا فيتاس اللي هي طالعه. ملي هضرنا على الرولي وفهمنا شنو هو الرولي ومناش كيتكون وكيفاش كيخدم وعلاش دار في الطوموبيلات خصنا نعرفوا كيفاش خصنا نقلبوا هذا الرولي هذا واش خدام او لا. اول حاجه كما قلنا عندنا جوج ديال لي سيركوي في الرولي سيركوي دو كوموند سيركوي دو بويسونس. غنبداو باش كيفاش غنقلبوا سيركوي دو كوموند اللي هو ديال لا بوبين. اول حاجه الا بغينا نعبروا ضروري خصنا نحيدوا الرولي خصو يكون ديكونيكتي من السيركوي. ملي كنحيدوه كنمشيو كنقلبوا على ديك لي بورن كما قلت قبيله ديال سيركوي دو كوموند يعني غالبا كيكونوا اون باراليل بحال هكا وهادو اللي مخالفين مع بعضياتهم هما اللي كيكونوا ديال البويسونس يعني ديال الكونتاكتور. دونك الا بغيتي انت كاع باش تحيد يعني الشك وهذا كتجي راه كتكون فيه واحد الشيما كيديروا فيه واحد الشيما كيبينوا لك سيركوي دو كوموند مع سيركوي وبالارقام ديالو. دونك كتمشي كتجيب الملتيميتر وكتكاليبريها على الاوم على لا ريزيستانس وكتولي كتعبر لا ريزيستانس ديال هاد لابوبين هادي. هاد لابوبين هادي نورمالمون خصك تلقى فيها يعني على حسب النوعيه ديال الرولي والكونستركتور وهذا بين 50 حتى 100 اوم يعني هذا هو يعني لا فالور اللي كتلعب فيها يعني لابوبين ديال لي رولي اون جينيرال. الى لقيتي فيها مثلا او ال اللي هي اوبن لاين يعني هذه كتعني انه عندك لابوبين راه مقطعه والرولي ما خدامش يعني خصك تبدلو. الى لقيتيه مزيان دونك راه عندك سيركوي دو كوموند مزيان. شنو غادي تشوف؟ غادي تشوف سيركوي دو بويسونس اللي هو كونتاكتور. نفس القضيه حتى هو ملي كتاكد من دوك لي بورن ديال الكونتاكتور كتخلي الملتيميتر في كتكاليبر على الاوم باش تعبر عاوتاني لي ريزيستانس وكتعبر لا ريزيستانس بين هاد الجوج هادو. والعكس ديال سيركوي دو كوموند خصك تلقى هذا فيه او ال يعني محلول يعني خصك حيت علاش حيت الكونتاكتور ما تسدش محلول يعني لا ريزيستانس خصها تكون يعني او ال اوبن لاين يعني مفتوح. الى لقيتيها فالور تمايا لقيتي شي فالور ديال لا ريزيستانس بمعنى ان داك الكونتاكتور راه لصق ما جاتوش ليكسيتاسيون من هنايا وبقى لاصق. الا بقى لاصق يعني كيولي كيبقى خدم ليك هذاك الكومبوزون كيبقى خدام ديما دونك راه الرولي عندك فيه مشكل خصك تبدلو. هذه بالنسبه للطريقه يعني اللي هي تكنيك وبغيتي يعني تعبر وتقلب وتعرف وتفهم شنو كاين. اما الا بغيتي تسهل عليك الماموريه كتجيب عندك واحد لاباتري بحال هادي الكوتي نيجاتيف وهذا بوزيتيف كتعتبرو بحال واحد السورس داليمونطاسيون كتمشي لهداك السيركوي دو كوموند كتولي كتحطها بيناتهم. اون فوا كتحطها بيناتهم كما كتسمع بحال هكا كونتاكتور الداخل كيتسد كيتحل كتسمع داك الصوت يعني راه عندك الرولي خدام 100%.
يعني كتاكد من السيركوي دو كوموند راه خدام حيت عطيتيه لاليمونطاسيون وقعت فيه ليكسيتاسيون، وكذلك الكونتاكتور كيتسد وكيتحل. دونك الرولي عندك راه مزيان. دابا كنظن اننا فهمنا الرولي وفهمنا جميع يعني الحيثيات ديال الرولي، ولكن كيفاش كنحطوه في السيركوي الكتريك؟ السيارات اللي كانوا قدام بزاف يعني قدام ما كانش فيهم شي حاجه سميتها الرولي، السيركوي كيكون عادي كما كتشوفوا هنايا في هذه الصوره هذه، كيكون الباتري فيزيبل لانتيريبتور، وكتكون هذاك الكومبوزون اللي باغي نخدمو. مثلا في هذه اللوكه هذه كاين عندنا البوله ديال ليكليراج، كتبغي تخدم البوله اوتوماتيكمون شنو كدير؟ كتورك على السويتش كتخدم عندك البوله ديريكتومون. هنايا في هذه الصوره الثانيه احنا غادي ندخلوا الرولي باش نشوفوا كيفاش الدور اللي كيلعبوا الرولي باش نفهموا مزيان. الا كتشوفوا هنايا في هذه الصوره هذه لاليمونطاسيون كتخرج من لاباتري كدوز على الفيزيبل كتمشي ديريكتومون لفين؟ رقم 30 في الرولي اللي هو بلوس بيرمانون، وكيتسنى ليكسيتاسيون. ليكسيتاسيون مناش غادي تجيه؟ غادي نكومونديوه باش بالبلوس الثانيه اللي جايبه لانتيريبتور، ها هو لانتيريبتور هنايا وجايب لينا البلوس مورا الفيزيبل ودخل في الرقم 85 ديال لابوبين، و 86 هو لاماس بيرمانون، و 87 هو غادي البولا باش نكومونديوها بالبلوس، وها هو لاماس ديال البولا ها كما كتشوفوا هنايا. دونك اون فوا الى بغينا نخدمو هاد البوله هادي كنسدو لانتيريبتور، يعني ملي كنسدو لانتيريبتور شنو كنكومونديو حنايا؟ يعني كما قلت لكم بطريقه غير مباشره كنكومونديو السيركوي دو كوموند لابوبين، كنولي كنعطيوها البلوس. ديجا عندها لاماس حنا كنعطيوها البلوس، كيوقع تما ليكسيتاسيون كيولي لو شون مانيتيك كيتكريا تمايا، يعني العيار كيولي كيجر عندو هذاك الكونتاكتور. اون فوا كيتجر هذاك الكونتاكتور ديك البلوس بيرمانون ديال لاباتري اللي كاينه 30 هي كدوز ل 87، و 87 اوتوماتيكمون كيأليمونتي لنا البوله اللي ديجا عندها لاماس وكتشعل. يعني هكا يعني كيخدم الرولي. الاخوان حتى لهنا كنكون وصلت النهايه ديال هاد لا فيديو هادي، كنتمنى يكون المحتوى نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالتشجيعات ديالكم وفي البارطاج ديالكم، وكذلك ما تنساوش تبعوني في لاباج ديالي فيسبوك تارغيت ميكانيكا، وكذلك الانستغرام. ما تنساوش يوتيوب، الدعم ديالكم مهم لنا، وكذلك لي كومونتير ديالكم باش نتشجعوا ونزيدوا نخدموا ونعطيوا الماكسيموم ان شاء الله. حتى لهنا كنحييكم، نور الدين تارغيت ميكانيكا مره اخرى، والسلام عليكم.